تحياتي للجميع، معكم باسم من ميديا ستار جروب بدرس جديد وممتع من دروس الفوتوشوب، ودرسنا اليوم بعنوان تحوير أي صورة لعمل فني رائع باستخدام اللاير ماسك. رح نعمل اليوم تأثير اللاير ماسك ونفرجيكم قديش قادرين تعملوا صور كتير كتير حلوة فيه. فإذا بعد هالدرس هذا إذا عندكم صور للعيلة، صور للأحفاد، لأولاد إخواتكم، كل هالشغلات كل هالصور هي فيكم تجوا تجيبوها على الفوتوشوب وتعملوا صور فنية رائعة وتفرجوها للعيلة كلياتها وتطبعوها عند المصورين وتبحروا بالإبداع. ما بعرف شو بدي أقول غير هيك. أنا خلونا نبلش. هلا أنا عندي هالصورة هيدي، رح أجي أفتح ملف جديد نيو، فيني يكون اوكي 30 ب 20 سنتي والدقة 120، تمام هيك، و RGB. راح اعطيه اوكي. راح اجي على صورتنا هاي، راح اسحبها وراح احطها بملف جديد. مثل ما شايفين هون جاي صغيرة شوي، انا كنترول تي راح كبر الصورة شوي، اذا حبيت فيني كبرها اكتر. تمام هلا هيك تمام. راح اجي لهون لهذا الخيار هيك مثل الكاميرا هون، راح اضغط عليه انا، تجيني هون طبقة ثانية، هي هي اللاير ماسك. اللاير ماسك انت من اسمه ماسك يعني، فانت بتحط مثل اذا انت عندك مثلا اي شيء دفتر حطيت عليه انت مثلا غطا، فالغطا يعتبر ماسك فخفاه الدفتر ما بقى مبين يعني. او اذا انت عندك طنجرة وجواتها في اكلة وجبت غطا الطنجرة حطيته فوق الطنجرة فما عادت مبين الاكلة، فيعتبر هذا هو الماسك. انت الماسك بتحطه على الطبقة فبتخفيها. بس تخفيها للماسك انت بدك تستخدم الالوان. هلا نحن بالماسك في شغلة، اللون الاسود بيخفي واللون الابيض بيظهر. هلا خلونا شو هالحكي هذا، شو معناته هالحكي. خلوني هلا انا طبقت الماسك هون، راح اضغط انا Alt to Backspace بياخذ لي لون الادماني مثل ما شايفين هون. فشوف الماسك صار لونه اسود، شو معناتها؟ معناتها هلا صارت انا الصورة عندي مخباية، لانه هيك بالفوتوشوب يعني اللون الاسود بيخفي لما تحط ماسك انت على صوره وتستخدم اللون الاسود، فانت بتخفي اجزاء من الصوره. لترجع انت الصوره بدك تستخدم اللون الابيض. وهون بتجي هلا نحن الفكره تبعيتنا بهالدرس هذا. هلا انا راح اجيب اداه البراش راح استخدمها. انا هون محدد مثل ما شايفين هيك مثل طرطشه يعني، فرشاية على شكل طرطشه. فانا هون مشان اعرف وين بدي اشتغل، ممكن ما كثير يكون مبين عندي او نسيت او ما بعرف حدود الصفحه، فانا بضغط ضغطتين على الماسك مثل ما شايفين، فبتطلع لي هون ويندو خاصه بالماسك. بروح عند الدنسيتي الكثافه بقللها شوي صغيره مشان تطلع عندي الصوره بس اقدر اشوف وين راح اشتغل. هلا انا تمام بدي هيك يكون عرض الفرشاية، فيني اسا اصغره شوي بشكل انا ما بدي هالحدود بقى تبين لما اعمل الفن تبعي. هلا انا راح اجي لهون مثل ما شايفين اللون الامامي هو الاسود، انا راح اسويه ابيض لانه مثل ما قلنا الابيض لما انا ادهن على الماسك بالابيض فانا برجع الصوره. راح اجي هلا انا مثلا اضرب ضربه هون، شايفين؟ راح اجي كمان اعمل ضربه ثانيه هون وضربه ثالثه هون وضربه رابعه هون وبدي وحده خامسه هون وشوي اسا وحده لفوق. هلا انا لما اجي برجع على الماسك راح اضغط ضغطتين راح ارجع الكثافه على الاخر، شايفين هيك الصوره ما احلاها. هلا صارت واضحه، انا ممكن فيني اصغر شوي ارجع اعمل هيك، فشايفين هذا التاثير ما اروعه. هل يعني فتخيلوا انتم مثلا اذا عندكم فراشه كثير انواع مختلفه يعني واشكال مختلفه للفراشه، فانت بتجيب اي صوره بتطبق عليها ماسك وبتروح بتلعب بالفراشه فبتطلع تاثير حلو. اذا عندك فراشه مثلا فرشاية على شكل الفراشه فممكن انت تطلع الصوره على شكل الفراشه، اذا عندك ورق الشجره على شكل ورق الشجره. هلا انت ممكن تضيف طبقه ثانيه فوقها، اجي مثلا انا راح اختار اللون الاخضر هذا، راح اجي كمان انا اعمل ملء للشاشه باللون الاخضر، راح اروح على بلندنج مود مثلا راح اخذ الهارد لايت، اوكي راح ارجع عليه راح اخففه شوي. تمام شايفين مثلا انا راح اخفف الهارد لايت تمام الهارد لايت شوي، فشايفين هيك مثلا ما احلى صارت الصوره. ممكن اخذ مثلا خيار التكست، انا عندك اسم ابن اخوك ابنك ابن اختك اي احد من العيله بتحط اسمه مثلا بتختار لك شيء شغله حلوه تكتبها جنبه. انا راح اكتب مثلا نيتشر او مثلا بيس ويز نيتشر، راح اعطيه اوكي. راح اجي مثلا جيبه هون هيك، ممكن صغرها شوي كنترول دي حطها هون جيبها هون شوي او حطها هون او حطها وين ما بدي. فيني اغير اللون تبعها، راح اخلي اللون ابيض، راح اروح اضرب ضربتين عليها اكبس كبستين على الطبقة وراح اعمل دروب شادو مثل ما شايفين بتحكم بالشادو
وراح اعطيه اوكي. مبدئيا مثل ما شايفين طلع عنا تصميم كتير حلو، وانت قادر هيك تجيب اي صورة تدخلها على الفوتوشوب وتعتمد على الطريقة اللي كتير رائعة وكتير مميزة. اللاير ماسك من اهم الامور المستخدمة بالفوتوشوب، وانا تعمل الابداع اللي بدك اياه. بتمنى تكون توفقت بهالدرس هذا. بشوفكم بدروس جاية. كان معكم باسم من ميديا ستار جروب، نلتقي بدروس قادمة ان شاء الله. سلامات للجميع.